وبنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن، منورنا. تحياتي للكابتن ايمن، وتحياتي للنجوم الكبار الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن علاء ميهوب والكابتن اسامه عرابي والكابتن عادل عبد الرحمن. مبروك نادي الاهلي على الفوز وعلى النتيجه، وهارد لك لنادي سوليديب. نتمنى طبعا دايما كده الانتصارات في المباريات القادمه. كابتن ايمن، يعني قبل ما اروح الحالات بس حابب ان انا اوضح حاجه مهمه جدا، ان هذه المباراه لم تلعب بالفار. ده اول شيء، ده شيء مهم جدا. وبقول الكلام دوت ليه؟ لان احنا بنقيس الكلام دوت باخطاء تحكيميه النهارده، وهل الحكم كان النهارده عنده القدره او يروح او كان محتاج الفار ولا لا. ولكن الحكم التونسي النهارده بشكل عام كابتن ايمن، بنتكلم زي الحكم الصاعد واعد. هقول بعض الحاجات اللي هي بشكل عام. اولا ستايل الحكم، استخدم اسلوب الجري بشكل جميل جدا جدا. عناصر اللجنه البدنيه من تنويع في اسلوب الجري، الرشاقه، المرونه، الجري الخلفي، الجري الجانبي، كمان بقى متواجد في احداث منطقه الجزاء. عنده الكونتر اتاك سريع، بيروح، عنده قراءه جيده للعب، كمان عنده فهم جيد لتطبيق مبدا تحت فرصه. حكم صاعد بمثل هذه الامكانيات، على الرغم من المباراه سهله جدا جدا، نادي طبعا فارق في الفوز وفارق في الاداء وفارق في الناحيه البدنيه، ولكن احنا بنتكلم على ستايل حكم وشكل حكم هو مبشر في الماتشات اللي جايه. طبعا مع الماتشات اكيد هيبقى حكم ولكن لعيبه الفرقتين سهلوا له الماموريه، حتى لعيبه النيجر نفسه. اولا سلوك اللاعبين يا كابتن مهم جدا. صحيح. التزام اللاعبين واحترام الحكام دي شيء مهم جدا جدا. زي ما قلت عوامل كثيره نجحت الحكم، ولكن هو بالشكل العام طبعا في مميزات كثيره جدا جدا هذا الحكم الصاعد. نتمنى طبعا التوفيق للتحكيم التونسي، وكان معاه طبعا على الخطوط حكمين مساعدين. يمكن هنشوف الحالات كلهم النهارده بشكل عام، يعني عاوز اقول امتياز. هنشوف في الحالات التحكيميه عندي حالتين مهمين جدا، اللي هي حاله الطرد كابتن علاء، هقول ايه اعتبارات الطرد فيها، وحاله ركله الجزاء. نشوف الاول الحاله الاولى. هقف هنا بس لحظه التمرير، وعندي هنا الحكم سعد رقم واحد كان هايل النهارده كابتن، قدر ازاي يربط ما بين لحظه اللعب. شوف طبعا هي الحاله متغطيه، مفيش تسلل خالص، هنمشي. شوف تمركز الحكم المساعد مع اخر تاني مدافع، يمكن هي حاله يمكن يعني ما جاش منها هدف، ولكن بشيد بيها بالحكم المساعد التركيز والتمركز الصحيح. نروح للحاله الثانيه، نفس الشيء، وهنشوف هنا الهدف ده، هنا استلام وهدف. ونشوف اللعبه من الزاويه الثانيه اللي هي بتبين التسلل. هقف. شوف هنا كابتن، عندنا يمكن يعني في اثنين لعيبه او في لاعب النادي الاهلي هناك في تسلل، وفي لاعب هنا سليم، وفي لاعب هنا عندنا سليم. دي احيانا الحكم المساعد كابتن بيبقى مركز مع الاربع لعيبه الاحمر، واحد اثنين ثلاثه، وبعدين لازم يبقى مركز ولحظه الربط ما بين اللمس والموقف. فهنمشي وهنروح ونشوف هنا الكره راحت هنا للاعب اللي ناحيتنا ناحيه اليمين، قدر ان هو يسيطر على الكره ويروح، وهدف صحيح للنادي الاهلي. طبعا ايضا بحيي المساعد رقم واحد في هذه الحاله. عندنا الحاله الثالثه، نشوف باص معمول من النص ورايح، وهنا في الحاله في العرقله وفي البطاقه الحمراء. شوف القرار ده في دقيقه 16 يا كابتن ايمن، شوف مدى شخصيه الحكم وعدم التردد في اشاره البطاقه الحمراء. وهقول على الرغم من الفرصه الواضحه، هنا هنشوف عندنا اكتر من زاويه، وهتبان المخالفه تمت ازاي. نشوف اللقطه اللي جايه، باص. شوف ايه الحارس المرمى هنا عمل ايه كابتن ايمن، وهنا احمد ياسر ريان عدى. يلا هروح للقطه اللي هي اللي جايه المهمه اللي بتبين المخالفه بالشكل الصحيح. التصوير النهارده كان تصوير جيد، ونشوف هنا الرجل الشمال للحارس المرمى. نشوف بس ستوب هنا، هنا احمد ياسر ريان نجح في لعب الكره، وبالتالي هنا العرقله موجوده من خارج منطقه الجزاء. سؤال يا كابتن بعد اذنك. اتفضل. ماشي، لو فتحنا الكادر شويه مش عارف يقدر يجيبها. نرجع من اللايف الكادر الاولاني خالص. اذنك كمل كمل. نكمل 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 كمان نكمل كمان. بص يا كابتن، كمل كمل كمان نكمل كمان نكمل كمان بس كده بس كده لحظه واحده بقى. تمام كابتن، في الحاله دي في الحاله دي كابتن تمام. في الحاله دي لو الراجل الازرق ده الراجل الازرق كويس ورا حارس المرمى، كان حارس المرمى هياخد طرد؟
سؤال مهم جدا عشان انت كنت حكم مهم جدا، هوضح بقى بس تديني فرصه اتكلم. ايه هو الطرد؟ شروط الطرد ايه يا كابتن علاء؟ بالظبط نمره واحد. انا بقول لهم عشان هم يعرفوا. بنتكلم انا عارف. عندنا اربع اعتبارات يا كابتن اسامه لطرد في هذه الحاله، ايه هم الاعتبارات؟ نمره واحد بنتكلم فيه، انا عارف ان المسافه ما بين المخالفه والمرمى. اول اعتبار يا كابتن علاء خليك بس معايا، مهم جدا. هنا المسافه هنا قريبه ولا مش قريبه؟ قريبه. تفرق لو المسافه ديت في نص الملعب كانت فرقت، لكن هنا المسافه هنا ما بين المخالفه دي والمرمى مسافه قريبه، ادي واحد. نمره اتنين بنتكلم فيه شيء مهم جدا، تمركز وعدد المدافعين يا كابتن علاء كابتن ايمن. هو هنا في مدافعين، يعني الراجل ده لو عدى هتمشي بس لحظه ارتكاب المخالفه، هيمشي شويه ستوب، هرجع تاني سنه. هنا اللاعب ده لو عدى كابتن علاء وراح جول فاضي، عنده امكانيه تسجيل هدف بنسبه كام؟ 100%. 100% يعني هيعدي باص، هيعدي ويروح ويحط، يعني ما فيش ولا لاعب هنا من المدافعين موجود في بعد حارس المرمى. كويس. لو لازق سابق بقى، لو لازق سابق لا، تنزل البطاقه الحمراء من البطاقه الحمراء ل 17 علشان مش اخر لاعب في الملعب. هتكلم في، احنا قلنا اول اعتبار اول المسافه ما بين المخالفه والمرمى مسافه تسمح. مظبوط تمام. بنتكلم في تمركز اللاعبين، مفيش اي حد من المدافعين موجود في المنطقه ديت. نتكلم كان في احتماليه السيطره من اللاعب المهاجم كابتن علاء. مظبوط. السيطره او امكانيه السيطره، عنده سيطره ما عندوش احمد ياسر ريان لو عدى. ان لم ترتكب هذه المخالفه، انسى ان في مخالفه، اللاعب ده رايح فين؟ على جول خلاص. خلاص جول. اذا هنا دي البطاقه الحمراء، بقول ان هي بطاقه حمراء يزوج القرار بتاع حمراء، والحكم لم يتردد. ليه؟ خلي بالك هو خد لقطه كابتن ايمن في الملعب، اللقطه ديت هو بياخد اللوكيشن ده وبيحطه وبيشوف المخالفه هيحصل فيها ايه، وبالتالي طبعا هو خد وادى البطاقه الحمراء والقرار كان قرار صحيح بشيد بيه الحكم في هذه اللعبه. يبقى قرار الحكم في طرد حارس سنوديب كان قرار صحيح. الحاله اللي بعد كده شوف هنا مدى التفاهم ما بين طاقم التحكيم. يلا هنمشي نشوف الحكم المساعد، لو توضح الصوره بنلاقي هنا في تعاون جميل جدا ما بين حكم مساعد، احنا قلنا في الاخطاء القريبه منه بيساعد الحكم في احتساب المخالفات القريبه، وهنا فاول تقريبا للنادي الاهلي. الحاله اللي بعد كده حاله من حالات التميز للحكم المساعد رقم 2. لحظه التمرير نشوف الحكم المساعد رقم 2 التمركز يا كابتن شريف، شوف التمركز فين، شايف بيبتدي يتحرك ستوب، هيبتدي يتحرك وهو متاخر سنه. ايوه. ولكن انا شايف هنا اللاعب الاحمر وهو متغطي، طبعا متغطي من اللاعب الازرق، وهنا خلى اللعبه تواصل، وده بقول عليه قرار امتياز للحكم، ما رفعش على هذه الحاله. خلي بالك ما فيش فار، يعني كل هذه القرارات والفار مش موجود، قرارات صحيحه من طاقم التحكيم التونسي. هنمر ونشوف الحاله، نروح للحاله اللي بعد كده. شوف هنا في مخالفه، هبص للحكم عمل ايه؟ شاور بايديه، عنده قراءة جيدة لفهم وتطبيق القانون، أيضا قراءة جيدة لفهم وتطبيق مبدأ إتاحة الفرصة ورؤية الملعب كمان. نعم؟ ورؤية الملعب. أنت قلت حاجة جميلة. خلي بالك مهمة جدا يا كابتن شريف إن أنا أشوف، نرجع تاني كده نشوف تاني الحالة هنا. نمشي. ماشي ستوب. هو كان أي حاجة ممكن يصفر هنا كابتن علاء. صح. ولكن هو شايف إن ممكن اللاعب ده عنده إمكانية إن يعمل باص ناحية الشمال، وفعلا عمل الباص، وهنا إتاح الفرصة، عنده فهم جيد لتطبيق مبدا اتاحه الفرصه. دي حاله من الحالات اللي فيها تميز. بعد كده نروح للحاله اللي بعد كده ونشوف البنالتي دي هنا على طول. هو حظه حلو، هو موجود في المكان قريب. مظبوط. وحظه حلو احيانا احيانا الالعاب بتخدمك كحكم يعني، بس نرجع تاني بدون تردد. ما هو شخصيه الحكم، هذا الحكم شخصيه خلي بالك. الحكم المباراه سهله، ولكن نشوف هنا كابتن هنا خطا باهمال من حارس المرمى، ولكن هو الكره مش في حوزته خالص، وبالتالي هنا ارتكب خطا الدفع اللاعب احمد ياسر ريان، وبالتالي هنا حاله من الحالات اللي هي كامله في ركله جزاء، ركله جزاء صحيحه بيحتسبها الحكم في التوقيت دوت بشيد بيه في هذه الحاله. نروح تاني نشوف حاله من الحالات المهمه جدا للتسلل، هل تسلل ولا هدف صحيح؟ هنقف لحظه التمرير، نمشي. تمام 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 ستوب. هنا عندنا 1 2 3 4، الاربعه سلامه كابتن ايمن. شوف الحكم هنا
التميز في التمركز. صح. التمركز مع اخر تاني مدافع، وبالتالي هنا كانت قرارات التحكيميه في المباراه بشكل كبير، على الرغم من المباراه سهله والنادي الاهلي فايق ومعدي، ولكن الحكام بشكل كويس. انا شايف ان هم مع المباراه اللي جايه الطاقم التونسي ان شاء الله هيكون افضل بكتير. بنتمنى طبعا التوفيق للتحكيم التونسي والتحكيم المصري ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس، امتعتنا كالعاده. شكرا كابتن ناصر، ربنا يخليك. شكرا كابتن عادل. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه اليوم بين الاهلي وسونديب بطل النيجر، والتي انتهت فوز النادي الاهلي 4-0 ووصول النادي الاهلي لدوري المجموعات دور 16 بالتوفيق للنادي الاهلي في المباريات القادمه ان شاء الله. بنشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم شكرا يا كابتن، شرفتنا وامتعتنا. بشكرك كابتن والف مبروك. كابتن علاء ميهوب الموهوب، الف شكرا يا كابتن علاء، امتعتنا. شكرا ايمن والف مبروك التاهل للنادي الاهلي وان شاء الله الاحسن دايما. كابتننا الكبير كابتن اسامه عرابي، الف شكر، امتعتنا كالعاده. الف مبروك وعقبال الماتشات الجايه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن عادل عبد الرحمن، امتعتنا فيلسوف النار. الله يكرمك وان شاء الله العشره باذن الله ان شاء الله. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى، واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.